مساء الفل على اهلا متابعين، دي حلقه جديده من قناتكم المميزه يوسف سايكولوجي لايف، ومعاكم انا يوسف الجواري. طيب يا جماعه، احنا النهارده هنتكلم على مميزات وعيوب برج الحمل. هنتكلم عليه بكل تفاصيله، فيلا بينا نخش في الموضوع. طيب بص يا جماعه، الصراحه هو اساسا برج الحمل بيتبع الابراج الناريه، واساسا هو ترتيبه الاول ما بين الابراج الفلكيه، وكمان اساسا مواليده بتولد ما بين 21 مارس ل 19 ابريل، وبيحكمه كوكب المريخ. صراحه هو برج الحمل صراحه يعني ليه مميزات كتير، وهي كالتالي. رقم واحد، ثقة بالنفس. هم أساساً عندهم ثقة بالنفس عالية جداً، وبكده هم أساساً بيلهموا الناس اللي حواليهم. كمان هم أساساً بيثقوا في نفسهم جداً، حتى إن هم بيقدروا يحل المواقف مهما كانت محرجة. فهم يعني رواد، وأساساً يعني لأن هم بينجزوا أعمالهم بطريقة مبتكرة، وبرضو إن هم أساساً يعني مستقلون أصلاً عن الناس، واساسا يعني ان هم ما بيحبوش استنى يتبعوا الناس، لا هم بيحبوا يعملوا الحاجة بطريقتهم المفضلة. رقم اثنين، الشخصية القيادية. مواليد برج الحمل صراحة من الشخصيات القيادية، وده اساسا بيخليه ان هم استنى يقدروا يخلقوا الفرص لانفسهم وللناس، ما يقعدوش ويستنوا ان الفرص هي اللي تيجي وتخبط على بابهم. رقم ثلاثة، الطاقة الإيجابية. مواليد صراحة برج الحمل عنده طاقة إيجابية يعني كبيرة جدا، وهم أساساً مفعمون أساساً بالطاقة والحيوية. كمان حتى أساساً يعني الطاقة الإيجابية دي أساساً بيحتفظوا بيها، يعني حتى لو هم أساساً في أحلك الظروف. وفي أحلك الظروف دي هم بيقدروا أساساً يحطوا الخطط المحكمة، بحيث إن هم يوصلوا اللي هم عايزينه. لان هم عندهم مقولة ان الانسان يعني لما يقع في موقف زي كده ما يحزنش، لا ده بالعكس ان هو يبتدي يشوف ويخطط للحاجات اللي هو عايزها في المستقبل. رقم اربعة، الشجاعة. صراحة يعني مواليد برج الحمل صراحة من الاشخاص الشجاعين جدا، وهم اساسا يعني بيقدروا بيحبوا ان هم اساسا يجربوا الحاجات الجديدة. وكمان اصلا يعني هم اصلا يعني بيقدروا ان هم ياخدوا الخطوات الخطيرة اللي بتوصلهم للقمة. رقم خمسة، الابداع. هم اساسا يعني صراحة مواليد برج الحمل ابداعيين جدا، لان هم اساسا بيحبوا يعملوا الحاجة بطريقتهم الخاصة، واساسا ما بيحبوش اصلا يعملوا الحاجات اللي هي مقتصرة على الروتين وما فيهاش الليونة الابداع، لا هم بيحبوا الحاجات اللي هي تبقى فيها ابداع. رقم ستة، الطموح. مواليد برج الحمل صراحة طموحون جدا، لانهم بيبقى عارفين هم عايزين ايه من الحياة، وعارفين ايه اللي هيوصلوا له، فالصراحة ان انت تحبطهم بيبقى صعب جدا 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 جدا. رقم سبعة، الإخلاص. وهو أساساً يعني صراحة مواليد برج الحمل صراحة يعني من مخلصين جداً 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 صراحة لأحبائهم وكمان لأصدقائهم، ولازم أصلاً الناس اللي حواليهم أصلاً تقول لهم إن أنتوا أساساً يعني عندكم شجاعة جامدة جداً جداً، فهم لازم ان هم السن يساعدوهم على كده. رقم 8، حب المغامره. صراحه مواليد برج الحمل بيحب ان هو يخوض الحاجات الجديده، وبيدور كمان على الحاجات الجديده، لان هم السن بيحبوا ان هم يعملوا من الحاجات، ممكن الحاجات تبقى عاديه، لاحداث مثيره بحيث الناس تقدر تستمتع بيها. رقم 9، الشخصية الاستقلالية. طبعا مواليد برج الحمل زي ما احنا قلنا ان هم الصراحة مستقلون بانفسهم، وهم اساسا حتى لما بيحتاجوا مساعدة ما بيروحوش يطلبوا من الناس مساعدة، لا هم بيستنوا الناس اللي بيهتموا لاحوالهم
هم اللي يجوا يعرضوا عليهم المساعدة. طيب احنا بعد ما تعرفنا على مميزات برج الحمل، صراحة هو عنده بعض العيوب وهي كالتالي. رقم واحد، الأنانية. صراحة مواليد برج الحمل من الشخصيات الأنانية، لأن هم أساساً لما بيتعلق شيء بإن هم يفوزوا بحاجة، فهم بيعتمدوا إن هم يشتغلوا على أنفسهم فقط بدون الشعور بمشاعر الآخرين، لأن هو أهم حاجة عنده هو إن هو يفوز بالحاجة دي لنفسه. وأساساً هم بيعتقدوا أصلاً إن هو يعني أعلى من الناس في الإمكانيات والآراء والكلام ده كله. رقم اثنين، حب لفت الانتباه. صراحة مواليد برج الحمل بيحبوا لفت الانتباه جدا، وأساسا يعني بيحبوا ان هم يكونوا المركز بتاع الاهتمام كله، وأساسا ما بيحبوش أساسا ان هم يكونوا مش ملفتين، بحيث ان هم أساسا هم بيعملوا ايه عشان يلفتوا الانتباه، فبيحاولوا ان هم ينجزوا شغلهم قبل الناس كلهم بحيث ان التركيز كله يبقى عليهم. رقم ثلاثة، العصبية. اساسا يعني مواليد برج الحمل صراحة بيتعصبوا بسرعة، لان هم اصلا ممكن ان انت تستفزهم بسهولة جدا، يعني حتى لو كانت الحاجة دي صغيرة بس هم ممكن بيستفزوا من اقل حاجة. واساسا ان انت مثلا ممكن ان انت تنقذهم مثلا في عملهم، او ان انت تطلع لهم خطأ في اي شيء، فده بالنسبة لهم ممكن يعصبهم جدا يعني جدا. رقم اربعة، احتكار الحديث. دي الصراحة يعني مواليد برج الحمل الصراحة بيفرض الاراء بتاعته على الحديث، وما بيديش مساحة لأي حد. واساسا يعني الناس شايفينها عادة سيئة، لان هم اساسا ما بيسيبوش الناس اصلا تتكلم معاهم، او تديهم، ما بيحبوش كمان يسمعوا اصلا لأي حد يعني. رقم خمسة، التسرع. صراحة مواليد برج الحمل ما بيبقاش عنده البال ان هو يفكر في الاختيارات المتاحة، بس هو بياخد القرار على طول بناء على النتيجة. بس يعني مع مرور الوقت بيعتبروا ان ده، بيكتشفوا ان ده مش احسن خيار كان متاح. لأ، انا لو فكرت شوية كمان كان ممكن اطلع بخيار متاح اكثر احسن من اللي انا اخترته. طيب بعد ما تعرفنا على مميزات وعيوب برج الحمل، جه النقطة اللي احنا نتكلم عليها على الحمل والعاطفة. صراحة هو جذاب اساسا للجنس الاخر، وبيحب الغزل. كمان هو اساسا يعني ممكن ان هو يبقى عنده شوية ان هو عايز يسيطر على الشريك، وعايز اللي هو يصدر الاراء بتاعته. بس هو اساسا يعني بيحب الاستقرار، وبيحب ان هو يتوج الحب ده بالزواج. وهو اساسا يعني بيحب اصلا شريكته تكون عندها شخصية قوية ومهتمة بالاناقة. وهو اساسا يعني بيحب اساسا بجنون، وبيكره يعني لما بيحس برضو بالخيانة، فالصراحة يعني بيكره بجنون برضو. وهو اساسا بيحب ان هو يظهر قدام الشريك بتاعه بافضل صورة ممكنة، بحيث ان هو يبقى شجاع وقادر ان هو يتحمل المسؤولية. كمان هو اساسا بيحب الشريك بتاعه اساسا يبقى متجدد اصلا في العلاقة، لان هو اساسا ما بيحبش بيحب التجديد في العلاقة، وبيحب ان هو الشريك بتاعه يكون مشرك ومهتم بالاناقة على طول. طيب ننتقل للنقطة اللي بعد كده، وهي برج الحمل والصداقة. صداقة، صراحة برج الحمل صراحة زي ما احنا قلنا في المميزات ان هو شخصية مخلصة، يعني بيحب اصلا ان هو يتصاحب على اصدقاء كتير من عقليات مختلفة، بس بيحب ان هو ينهي الصداقات بحيث ان هو يتعرف على صداقات جديدة.
برضه هو السن يعني بيدعم اصلا الاصدقاء بتوعه وبيديهم النصايح في اشد المواقف، وكمان هو السن بيحب الاصدقاء بتوعه تبقى من نفس عقليته، زي ان هم بتبقى شجعان. وهو السن نفسه السن بيحب السفر السن مع الاصدقاء، وهو السن مرح يعني في الاصدقاء. ننتقل للنقطة الأخيرة وهي برج الحمل والعمل. طيب، هو برج الحمل صراحة يعني جد في عمله جدا ومخلص لي، وكمان السن لو هو في منصب قيادي فهو الصلاح اللطيف مع الموظفين بتوعه وبيغفر لهم الهفوات بتاعتهم، وكمان بيقدم لهم النصايح. بس هو ممكن يكون صارم شوية بحيث ان هو ينجزوا الاعمال بتاعتهم، وبيكافئ الموظفين بتوعه لما بينجزوا الاعمال بتاعتهم. بس هو طبعا ما بيحبش حد يكون متفوق عليه، فلما بيحس بالمنافسة فبيكثف جهوده بحيث ان هو يكون في المقدمة دايما ومتفوق على الجميع. او الوظائف اللي تناسبه هو مدير اعمال او طبيب او اي منصب قيادي اخر. في النهايه يعني انت كبرج الحمل ايه الميزه اللي بتحبها في شخصيتك، وايه اكتر عيب انت ما بتحبوش في شخصيتك وعايز ان انت تشيله خالص؟ بعد ما نظبط كل الكلام ده ما تنسناش بقى في السبسكرايب وتلايك الفيديو وتشير على اي حاجة. ان شاء الله نتقابل في حلقات اخرى. مع السلامة.